محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يسعى إلى الإقناع. كيف يرى مستقبل الحركة الشعبية بعد خلافة محمد العنصر لنفسه؟ لماذا أخفق الحركيون في التخلص من منطق التوافق والركون إلى الآليات الديمقراطية؟ كيف يقيم محمد مبديع أداء زملائه الحركيين داخل الحكومة؟ أي حصيلة يقدمها الوزير على رأس وزارة مثقلة بالمشاكل والتحديات؟ محمد مبديع يجيب على هذه الأسئلة وغيرها ضمن برنامج 90 دقيقة للإقناع. المشاكل